السلام عليكم، يسعد لي اوقاتكم. اليوم راح نكمل درسنا تبع المره الماضيه او الفيديو السابق لهذا البورتري. راح نكمل نضيف رتوش خفيفه للخدود، للانف، بالاضاءه، مكان اماكن الاضاءه، وراح نبدا ندمجهم بايدنا. عم بستخدم قلم ابيض، قلم فحم ابيض. إذا متذكرين نحن ضفنا للبشرة 3 ألوان، لون بشري ولون لون بني محمر ولون بني غامق ولون أسود، بس من الأطراف، من الطرف اليميني واليساري، يعني بس الأطراف أسود خفيف كتير. هلأ حاليا بدنا نبدأ نجسم الخدود أو الوجه بشكل عام. عم بضيف درجة البني أسفل أرنبة الأنف، أعلى الأنف شوي من مكان الظل، أطراف الخدود. نضيف بني غامق من اطراف جوانب الانف او تحت الانف اسفل الخدود، مشان نبدا نجسم الخدود. كون الخدود منطقتين بارزتين بالوجه، فنحن لازم نظلل داير مدور العظمه اللي بمنتصف الخد لحتى نعمل لها بروز. لما بدنا نعمل لها بروز نضيف لها اضاءه، وبدنا نضيف لجوانب الخدود بني غامق وبني محمر. لو كنا عم نشتغل بالرصاص فنحن بنتلاعب بدرجات الرصاص. بأماكن الإضاءة بس بتكون واضحة المسام نوعا ما، فنحن بدينا نضيف بنقط المسام باللون البني، وفوق كل نقطة لون بني أو فوق كل نقطة باللون البني بنضيف نقطة بقلم الفحم الأبيض. طبعا هاي المرحلة بتنعمل على أكثر من طبقة فوق بعض، ومنطبطب عليهم بإيدنا، بطرف إيدنا طبطبة لحتى يفتح اللون أو يبهت، ومنضل منعيد الطبقات. كل ما قدرنا نضيف طبقات كل ما أحلى وواقعية أكثر. نضيف نقط بيضاء بالقلم الفحم الأبيض. عم نضيف الإضاءة بشكل عام بالأماكن اللي موجه عليها الإضاءة، زائد الأماكن البارزة. الأماكن البارزة بتكون بالوجه، بأعلى الخدين، بمنتصف الأنف، أسفل الحاجب بشي بسيط. هلأ عم نضيف الرموش. لازم تكون قلمي مبري كتير منيح، مبوز كتير منيح، مشان يعطيني شعيرات رقيقة وناعمة. مشان نعمل خطوة انه يبينوا الرموش او يبين ظل الرموش، فنحن اما بنعملهم مرحلة اولى للرموش باللون الاسود، وبعدين بالريشة بنمشي عليهم بشكل بسيط فبينعمل تحتهم ظل، او بنساوي بالرصاص خطوط خفيفة بالرموش بين الخطوط السوداء فبيبينوا ظل. احنا فعليا عملنا المرحلتين بس بشكل ناعم كتير. عم ضيف الإضاءة بقلم الجل. بحاول لما أضيف النقاط الجل طبطب عليها بإيدي مشان ما يكون البياض كتير قوي. عم ضيف الإضاءة الإضاءة الساقطة على الوجه بشكل عام. البورتري اللي عم نرسمه إضاءة ساقطة من جهة على الوجه أو على البورتري من جهة اليمينية، والجهة اليسارية فعليا مظللة كتير. بما أنه الإضاءة قوية من جهة اليمنى للوجه، فنحن بعد ما ضفنا إضاءة بقلم الفحم الأبيض فحنقوي شوي الإضاءة بقلم الجل ونضيفها على شكل نقاط خفيفة. هلأ هون قلم الجل تبعي ما عاد كتب زيادة، فاستعنت بلون أبيض أكريليك وريشة. بعد ما ضفت الأبيض رجعت عدت على الرموش بشكل خفيف لحتى يعطيني واقعية خفيفة. أنا مالي من محبين الواقعية كتير، يعني بحب شيء قريب للواقع بس مو بدرجة كبيرة. بحب يبين الرسم رسم، ما يبين صورة، ليبين كم التعب الموجود بهي الرسمة. أما لو بينت صورة بحس إنه لا، ما حيبين التعب فيها كتير. عم برجع أضيف الإضاءة اللي رايحة بأعلى العين خفيفة،
مسكت اللون البني الغامق او الاسود، وبدي اضيف بعض الاماكن اللي كتير غامقة، صرت اضيف اعلى فتحة الانف باللون البني لحتى يتجسم الانف. وهلأ بدي اكمل الجزء السفلي للوجه. يعني فعليا احنا انتهينا من الجزء الاعلى نوعا ما. اي نقطة بيضة بحطها بحاول اعيد عليها باصبعتي او بايدي او باي اداة بتحبوها، كرمال ما يضل البياض هيك كتير قوي وكتير صارخ. رح ساوي لها خلفية للرسمة ونزلها فيديو لحاله، يعني عم حاول خلي لكم الفيديوهات ما كتير طويلة. بعرف انه عم سرعني كتير بس ما عم بقدر خليهم بطيئين لانه عم يضلوا طوال كتير، مع انه عم قسمهم على مراحل يعني او على دروس. بتمنى تحكولي بالتعليقات هل سريعين كتير الفيديوهات عليكم، بتتمنوهم يكونوا أبطأ ولا السرعة منيحة، ولا بتحبوا يكونوا أسرع من هيك؟ بتمنى تشاركوني بالتعليقات. اللي بيحب يرسم هاي الرسمة كمان يشاركني إياها على الفيسبوك، حكون كتير مبسوطة. على طول عم ضيف رابط صفحتي بالوصف. كمل الجزء السفلي من البورتريه، ضفت الطبقة الأولى اللون بشري، وهلأ راح أضيف بالبني المحمر طبقة تانية. هو الألوان عبارة عن طبقات، كل ما ضفنا طبقات كل ما عطانا لون كتير حلو. كونها سمراء فهي بحاجة أكثر من طبقة من درجات البني لون الشوكولا. هلا رح اخذ البني الغامق وابدا اضيف اسفل الدقن، اطراف الدقن، اسفل الشفايف، اسفل الانف بشكل بسيط مو كتير، شوي بس انه تتجسم هاي المنطقة اللي فوق الشفايف او المساحة اللي بين الانف والشفايف. بدي اضيف بني طرف الخد اليمين وطرف الخد اليسار، اضافة لشوية اسود من طرف الخد او طرف الخدين فعليا. وبتنجن بإيدي برجع بضيف طبقة تانية بنفس الشكل، بحاول خلي إضاءة بأيمن الدقن، أيمن الدقن يعني الجانب الأيمن للدقن، كون الإضاءة متجهة من اليمين. ده هلا بالشفايف راح اضيف الاماكن السوداء بالشفايف اللي هو الخط النصفي للشفة، طرف الشفايف اليساري مشان يبرز الوجه اكتر. بدي احدد ظل الشفايف وبعدين بحدد ظل الرقبة، ظل الانف، ظل قوي هون، ظل الوجه او ظل اسفل الوجه كمان، وبدمجه. هلا عم نضيف ترجة بني، عم نضيف بيقولوا له بالمكياج كونتور بعتقد، اللي هو بيجي اسفل الخد مشان يبرز الخدود. ظل بهاي المنطقة قوي كتير لهيك راح نلونها أسود بقلم الفحم الأسود. طبعا هلأ هون نحنا شو عم نستخدم ألوان، عم نستخدم ألوان عادية خشب عادية، وعم نستخدم ألوان سوفت باستيل اللي هي طبشورية للبشرة.
سويت مكان الظل تحت الرقبة، وبعدين سويت بالأسود، وبعدين بالبني، ودمجتهم مع بعض. هلا بدي أضيف الأماكن المضاءة، أرجع بالجزء السفلي للوجه، لأنه فعليا احنا روحنا هون، روحنا أماكن الإضاءة لما لوننا. رح نضيف إضاءة من الجانب الأيمن للخد ونحن نازلين بشكل مائل على الدقن. عم استخدم قلم فحم أبيض سوفت. هلا رح ابدأ اشتغل بالشفايف. ساوي الطبقة الاولى للشفايف. اول شي للشفايف رح اشتغل على مرحلتين، المرحلة الاولى عفوا بالسوفت باستل رح ساوي طبقة او طبقتين، وبعدين اشتغل بالوان خشب العادية. ساويت اول طبقة لون البني، لون البشري، الطبقة الثانية لون بني محمر، ودمجتها بايدي. وبعدين رح ابدأ اشتغل باللون الخشب العادي، اخذت اللون البني المحمر، وبدي اضيف خطوط بالشفايف، غمق اطراف الشفة من جهة اليمين، وانا وداخلة على منتصف الشفة ببدأ افتح بشكل تدريجي. عم ضيف الاسود من جهة اليسار للشفايف كونه مظلل هذا الجزء من الوجه كتير. رح احكي كل الخطوات واترككم تكملوا مع الفيديو. بتمنى انه تشاركوني رسمكم، تشاركوني تعليقاتكم، آراءكم. استعنت بلون بني تاني وبديت غمق لون اطراف الشفايف. اطراف الشفايف على طول بتكون غامقة نوعا ما، ونحن داخلين على منتصف الشفة بنبدأ نفتح بشكل تدريجي. لازم نضيف تفاصيل خفيفة بالشفايف اللي هي الخطوط، خطوط بشكل دائري بحيث انه هي تبين انه شفة فيها بروز خفيف. بعد ما نساوي خطوط في بعض الخطوط بالأسود ونلون وندمج ونعمل كل هاي التفاصيل، ونبدأ نضيف الإضاءة، إضاءة خفيفة بقلم الفحم الأبيض، وبعدين بنضيف الإضاءة القوية بقلم الجيل. فعليا رسمتنا خلصت. رح ساوي لها خلفية للزوزة ونزلها بفيديو لحالها، خصوصي للناس يلي بيلاقوا مشاكل برسم الخلفية أو ما عندهم أفكار. رح نحكي فيها لحالها إن شاء الله. صفحتي اسمها drawing my passion dot منار على الفيسبوك. هاي الصفحة بنزل فيها رسماتي ورسمات طلابي. هيك فعليا تكون خلصت الرسمة، إن شاء الله هيك تحبوها وتكون وتلاقوا فيها فائدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.